وإياكم إلى عالم الأبراج مع سنة بعد الفاصل. مرحبا بك سلمى، اجمل تحيه. عزيزه زينه، تحياتي لك، منوره اليوم. الله يخليك، هذا نورك، ربي يسلمك. خليني ارحب بالمشاهدين. خليني ارحب بجميع مشاهدي قناه الديار الفضائيه، واقول لكم طاب يومكم. فقط الابراج مخصصه للاجابه على جميع تساؤلاتكم واستفساراتكم بما له علاقه بالتوافق ما بين البرجين، الفترات المناسبه للعمل، تجنب الاوقات السيئه. التليفونات راح تكون موجوده على الشاشه، نحاول قدر الامكان ان نجيب على اكبر كم من الاتصالات ومن المسجات والايميلات بما يتيح لنا طبعا وقت البرنامج. نعم، قبل ما توصلنا اتصالات وقبل الناس تاخذك من عندي، خليني اسالك سؤال طبعا الناس متلهفه دائما عليك وعلى الساعه اللي انت تتمنى تكون الحين سويت 3 ساعات 4 ساعات. هذا شرف لي طبعا. ما يشبعوني طبعا. اهلا. طيب سلمى، الكواكب الان وين متواجده؟ سؤال جميل. طبعا كثير من الاشخاص يسالوني عن مثلا الابراج اليوميه، الابراج الاسبوعيه. لا، اليوم افضل الابراج اقدر اقولها هو برج الدلو. يعني عندنا عطارد موجود في الدلو، اشعه الشمس في الدلو، اضافه للمريخ موجود في الدلو. جميل. عندنا مثلا بالمناسبه الابراج بالربع الرابع من دائره الزودياك، يعني الكواكب متواجده بشكل كبير جدا. افضل ابراج الدلو اقدر اقول لهذا اليوم واليوم القادم ايضا. عندنا اضافه لهذا القوس ايضا مؤشرات الطالع المرتفعه له. الاسد بالعشريه الاولى مؤشرات الطالع المرتفعه، العشريه الوسطيه والعشريه الاخيره من الاسد. نعم. يعني شويه اكو بعض المشادات وعليهم ان يحذرون من 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 او يتجنبون بعض الحوادث قد تصير. وبالنسبه للعذراء بينه وبين وسط، العذراء بالنسبة إلى الثور أيضا بينه وبين حالة احتيادية وسطية. الحوت بالأخص العشرية الأولى يواجهون بالوقت الحالي نوع من أقدر أسميها الفانتازية، الأفكار المتعددة. يعني أفكار تتراود على ذهنية مولد برج الحوت، مشاريع لكن أكثر ما تكون قريبة من الأحلام. ممكن هذه تثمر بالأوقات المستقبلية يعني. بالنسبة للعقرب بالفترة الحالية جيدة، العقرب يستثنى من ذلك مواليد 29 أكتوبر و 30 أكتوبر، هذا شوية اكو شد عندهم بالوقت الحالي، لكن بالعشرية اللي أقدر أسميها الوسطية والنهائية لا، الفترة الحالية جيدة بالنسبة للعقرب. الأبراج الأخرى مثلا جوزاء، الجوزاء عندنا العشرية الأولى فقط يعانون من تراجع جوبيتير لحد الآن بعد يأثر هذا التراجع، لكن العشرية الوسطية والعشرية الثالثة ممتازة وجيدة. جميل. نعم، هذا بالنسبة للأبراج بشكل عام، يعني تأثيرات الكواكب عليها. طبعا الجدي أيضا عندنا من الأبراج اللي أقدر أسميها جيدة الفترة الحالية. على المستوى العاطفي جيدة بالنسبة للجدي. اليوم راح تتكلم لنا عن برج معين؟ إن شاء الله أتكلم لك اليوم، بس خليني إجتنا أول اتصالات. أوكي، يلا تفضل. ناخذ أول اتصال. من محمد؟ نعم. مرحبا. هلا يا محمد. أرجو أسأل على سلك على ابني مواليده 5/8/77. لحظة، أنت محمد ولا أم محمد؟ ما بسمع شوية. حضرتك أم محمد مو هيجي؟ محمد. بتسألين على محمد. 5/8/77. 5/8/77. إي 5/7/77. نعم، وشنو سؤالك يا أم محمد؟ اذا شوف احنا السنة عند ارتباط لا شو بده يصير لنا في الزواج؟ بالعكس هذه السنة حلوة بالنسبة لي راح تصير. ان شاء الله. نعم. ان شاء الله اجاوبك يا ام محمد ان شاء الله. شكرا، تشكر. وناخذ ريمة من الجزائر وكريمة، كريمة من الجزائر، تحياتي يا كريمة. صباح الخير. صباح الخيرات يا كريمة. الو، صباح الخير. نسمعك، صباح الخير. تفضلي. معك كريمة. أهلا وسهلا بكريمة. كريمة 6/8. نعم. أهلا بكم. أهلا بك يا كريمة، تفضلي. 6/8. 64. وشنو السؤال؟ أيوة. أين؟ أحب أعرف عن الزواج و نعم والمواصفات الشريك. مواصفات الشريك. بعد اسالي شنو عندك سؤال؟ واحد
وحب أعرف عن اسمي. عن تأثير اسمك. جيد. نعم. أيوة. وحب أعرف ليه ما عندي حظ. ليه ما عندك حظ؟ لا إن شاء الله عندك حظ. ليش ما عندك حظ؟ ما عندي حظ في الدنيا. ما عندي حظ. لا 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 إن شاء الله حظ، بس هي سنة الولادة شوية أكو انخفاضات فيها بمؤشرات الطالع، بس لا ليش ما عندك حظ؟ راح أعطيك الأوقات المناسبة للزواج، الأوقات المناسبة لأن يقدم إليك عريس مثلا. زين، وأحاول قدر الإمكان أعطيك مواصفات الشريك الجيد بالنسبة لك، وإن شاء الله أكو حظ إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا. تحياتي لك يا كريمة، تحياتنا اللي إلها من الجزائر. حوراء من؟ من بغداد. من بغداد، هلا حوراء. السلام عليكم. عليكم السلام. سلمى. نيت هلا حوراء، تحياتي لك. الله يسلمك، بس العفو أنا بدي أسأل عن اسمي. نعم. حوراء شنو اسمي يعني التغييرات أو شيء. حلو، بعد. و 29/4/1987، يعني هذا البرج أو هذا المواليد هم إله زواج هالسنة؟ نعم، تكلمنا عن الزواج. يعني تعبان هاي المواليد. شوية هي في إشكالية مسألة الزواج أو مسألة العاطفة لهذه المواليد، لكن على أي حال إحنا نستفيد من الأوقات المناسبة وحوراء، الأوقات المناسبة فلكيا. زين، و87 شنو البرج اللي مثلا أو فشي يعني فشي؟ نعم، إن شاء الله أجاوبك. هذا طبعا برج الأرنبة بالأبراج الصينية، العنصر الين المولد في سنة ين، والأرنبة النارية. الناري. زين، مواصفات الشريك لهذا البرج. ان شاء الله اعطيك ايضا مواصفات الشريك. ان شاء الله، بس عافية الاسم شويه حوراء يعني كلش تعبان. لا لا، هو مو الاسم، بالعكس اسم حوراء مو يجيب المتاعب. لا، الاسم اكثر ما يكون المتاعب اكثر ما تكون فاكرين على الجيل. ربما يكون بسنه في انخفاضات معينه في سنه الولاده. نعم، لانه احنا بنعيش الان سنه التنين وداخلين على سنه الحيه. وهنا سنة الأرنب، الأرنب شوية يعني سنة التنين ما بالأخص نهاية التنين يعني انفراجات جيدة، لكن أنا طبعاً كل الأحوال أحط لك الجيدة بالنسبة إلى بالنسبة للمواليد. إن شاء الله، شكراً جزيلاً أستاذ. تحياتي من تلبي. من مدينة العمان. بنت ولا الارتباط او لي وقت معين جيد للزواج على سبيل المثال، راح تكون افضل فتره ما بين 28/6 إلى 22/7، هذه فتره راح تكون جيده ومناسبه، وعندك فتره اخرى راح تكون ما بين 22/2 إلى 26/2 القادمه، ايضا فتره راح تكون جيده بالنسبه الى الزواج. وهذه السنه اذا لم يعني اذا ما دخل الى عش الزوجيه فمعناته عنده مشكله روحانيه يا ام محمد، ليس لها علاقه بالفلك والابراج. كريمه من الجزائر 6/8/1964. لا، الاسد شخصيه قويه ذات حظوه اجتماعيه، والتنين هنا التنين المائي، وبالمناسبه من الابراج القويه، لكن مشكله التنين المائي بشكل عام ايضا يبذل مجهود، يعني هذا صنف من التنانين اللي بشكل عام يبذل نوعا ما مجهود في بحياته. على الجانب العاطفي سنه الولاده الان تخفض من 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 حظوظك يا كريمه. سألتيني على اسمك، الاسم يدل على نوع من العاطفة، عاطفة وحنية وتعطين ولا تفكرين بالأخذ، هذا الموجود في اسمك، وأنت عرضة للاستغلال ودير بالك. أنت إنسانة متخلخلة بالآراء يا كريمة، وأفضل فترة حتكون لك مناسبة بالنسبة للتنين المائي، أفضلها راح تكون بالفترة ما بين 15/3 إلى 15/4، هذه فترة راح تكون جيدة، وعندك فترة أخرى ما بين 23/7 إلى 16/8 على المستوى العاطفي. ومواصفات الشريك الأسد ينسجم معاكي،
مواليد برج القوس ينسجم معك الجوزاء والدلو يقيمون علاقه جيده وياك على شرط ان يكونون من مواليد 1972 او 1900 واكبر منك مثلا ب 12 سنه 1952 ايضا جيده علاقه جيده معك 1957 يقيم علاقه ايضا جيده ويعني مثمره حوراء من خلينا ناخذ اتصال اجانا في اتصال المخرج ونرجع بعدين حوراء من اتصال اخر من الجزائر نعم الو مية ترى تفضلي صباح الخير صباح الخيرات انا قريت من الجزائر انت انا من مواليد 1993 لحظه واحده انطي اسمك اول شيء نعم خديجة خديجة من الجزائر نعم خديجة نعم خديجة لا خديجة زين خديجة المخرج ده تسمع لنا الاسم تيم خديجة خديجة عايدة من الجزائر نعم عايدة خديجة نعم طيب انظري الى سنة الولادة لا ليس عايدة خديجة فايدة فائزة من الجزائر طريجة من الجزائر طيب يا طريجة انطيني مواليد نعم مواليد 12/11/91 12/11/91 لا 71 71 عفوا نعم 12/11/71 نعم والاخر ابني زين الدين بنتك شنو مواليدها؟ مواليد 13 نعم 97 نعم والاخر شيماء نعم فقط 7 نعم فقط 7 19/7 99 نعم سجلتها طيب شنو سؤالك يا طريجة؟ أريد أن أعرف عن الدراسة أو لا أعرف دراسة عن الصحة و... نعم كل شيء أنت عن الصحة وعن الأولاد عن الدراسة نعم شكرا جزيلا لك يا طريجة سوف أتحدث عن مواليدك بالكامل شكرا شكرا لك وناخذ مها من ديالة تحياتي يا مها تفضلي مها مها يبدو انقطع الاتصال خلينا نجاوب على السريع بالنسبة لحوراء من بغداد 29/4/1987 وتسأل عن الزواج سنة الولادة يا حوراء تخفض من مؤشرات الطالع بالفترة الحالية اسم حوراء لا بالعكس من الأسماء القوية وبالمناسبة اسم حوراء يدل على نوع من الطاقة الاجتماعية يعني هذه أكثر ما تكون إنسانة ذات حظوة اجتماعية راح أعطيك الأوقات المناسبة بالمناسبة أيضا أنت عندك برجك هنا أيضا بنوع من الانخفاضات على المستوى العاطفي برج الثور لكن راح اعطيك الاوقات المناسبه يا حوراء الى الفترات المناسبه للزواج لهذا العام وهي للامانه راح تكون محدوده افضلها راح تكون بالفتره ما بين 26/2 الى 21/3 هذه فتره راح تكون جيده وعندك فتره اخرى راح تكون ما بين 23/7 الى 16/8 ايضا فتره جيده ومناسبه مواصفات الشركه يا حوراء افضل الشركاء اللي ينسجمون معاك يكون مواليد برج الجدي مثلا او من مواليد برج
السرطان او من مواليد برج العذراء، هؤلاء يقيمون علاقه جيده وانسجام جيد معاكي. طبعا على شرط ان تكون سنين الولاده هنا، اما يكون مثلا مواليد 76 او من مواليد 1988، يعني حتى لو اصغر منك بسنه. عندك مواليد 83 ايضا يقيم علاقه جيده. هذه المواليد اللي ممكن ان تقيم علاقه جيده وانسجام فكري جيد معك. ايفان من العماره 12/10/1992. لا ايفان هذه السنه عندها انجازات حلوه، طبعا هي ما ذكرت ان شنو سؤالها. عندها رقم حظ يدل على حظوظ بشكل مباشر، يعني باوقات مختلفه من العام وبشكل لا ارادي ياتيها. بنفس الوقت هي ال 92 هذه السنه انجازات جيده بالاخص على المستوى الدراسي، على المستوى العاطفي ايضا عندها انجازات حلوه بالشهر الثالث. من الجزائر طريجه سالت عن 12/11/1971 عنها هي شخصيا. هذه السنه اقدر اقول منا الى فتره يعني فتره شهر سبتمبر هي فتره اعتياديه بالنسبه لك وبامكانك ان تستغليها، باستثناء وقت راح يكون ما بين 15/4 الى 15/5، 15 من شهر ابريل الى 15 من شهر ايار او ماي. هذه الفتره شوي راح تكون حرجه بالنسبه لك بسبب سنه الولاده، لكن بشكل عام الى حد شهر سبتمبر هي فترات راح تكون متذبذبه الى جيده. بعد سبتمبر راح ينخفض مؤشر الطالع بالنسبه لك يا طريجه، وراح ينخفض بشكل لمده 3-4 أشهر معينه بسبب برج العقرب. عندك ايضا راح تكون قفزات اقدر اسميها مفاجات جيده على مستوى الحظ، تقدرين تستفيدين من عندها بالفترات الحاليه. يعني راح اعطيك فتره ايضا جيده راح تكون بالنسبه لك ما بين 15/3 الى 15/4، هذه ايضا فتره بامكانك ان تستغليها جيده. بالنسبه الى بنتك طبعا الصحه بشكل عام، انت تتعبين والتعب اكثر ما يكون نفسي، يعني انا برج الخنزير اكثر ما يتعب نفسيا، لانه انت تعطين كثير من طاقاتك ومجهودك الى الاخرين وما تفكرين بنفسك. لا انا انصحك يا طريجه بان تفكرين بنفسك ايضا، وتفكرين بانه هذا المجتمع مو مثل ما انت تريديه، وانه هذا المجتمع عليك ان تتفاعلين مع مثل ما هو. عاقتك جميله جدا، ومواليد برج الخنزير بشكل عام ابو ال 71 بالرغم من المتاعب العاطفيه، لكن مستقبله راح يكون جيد. بنتك 13/12/1997 رائعه، هذه رائعه، الدراسه رائعه جدا هذه السنه. برج القوس بنفس الوقت برج البقره جميله جدا، عندها فتره الشهر السابع والشهر الخامس فترات جيده. شيماء ومن الاسماء القويه بالمناسبه اسم شيماء، تسال ايضا على الدراسه. بعد 25 حزيران الفترات جيده لشيماء، حزيران هي شهر يونيو، بعد 25 يونيو راح يكون فتره جيده ومناسبه بالنسبه لها على الجانب الدراسي، وهي من الابراج اللطيفه والحساسه جدا. هنا نوع من انواع الارانب اللي تمتاز بالحساسيه والعاطفه، وعليك ان تتفاعلين معها بشكل يعني تراعين حساسيتها، لان هذه انسانه ليست عمليه، انسان اكثر ما تميل الى الامور الرومانسيه. ف مستقبلها راح يكون جيد، بس عليها ان تحذر اكثر ما تحذر من استغلال الاخرين لها. يعني بنتك الثانيه ليش ما 19/7/99، هذا بالنسبه الى طريجه. في اسئله عندنا؟ بتون مواليد 1992 16/3/1992. نعم. نعم. بشكل عام؟ بشكل عام تسأل. إيه؟ وعن العاطفة. عن العاطفة. خلنا ناخذ اتصال آخر. نعم. عرضية من الجزائر. وهلا عرضية ومنورينا اليوم أهل الجزائر. صباح الخيرات يا عرضية، تحياتي لك. عربية. نعم عربية. عفوا عربية، تحياتي لك يا عربية. شكرا. مواليدك 9/3/84. 9/3/84. نعم. عن الزواج والصحة. عن الزواج والصحة. نعم. وبعد شو عندك يا عربية؟ نعم. مواليد خطيبي 12/3/12/3 76.
رائع جدا، هذا الانسجام جدا رائع. نعم، شنو سؤالك؟ انا نساله عن الزواج السنه هذه ولا مكش الله الزواج لهذه السنه. نعم مواليد اخي. نعم 11/5. نعم 86. نعم، شنو بعد سؤالك؟ انا الرزق والزواج والعمل. الرزق والزواج. العمل. نعم نعم نعم. الرزق والعمل. نعم نعم، ان شاء الله نعطي ايضا الاوقات المناسبه بالنسبه له. نعم. والعمل. والعمل ان شاء الله. اختي والعقد. انطيني اختك بعد. نعم. مواليدها؟ السلام عليكم. قطع يمكن العربية. أنا اسمي زينب. زينب من البصرة. نعم. هلا زينب، تحياتي لك. زينب مواليد 18/4. 18/4، نعم. 1994. 94. بشكل عام يا زينب؟ لا، عن الدراسة والحظ. عن الدراسة وعن الحظ. نعم. نعم. وأختي ومروة. ومروة، نعم. مروة 89. 89، نعم. 85. 85. بشكل عام وتأثير الاسم. وتأثير الاسم، نعم. هل يوجد يعني طلاق هاي السنة؟ إلها إلها، نعم. 89/85. نعم. مع 11/88. ما راح أحلل شخصيته ولا أي شيء، بس هل يوجد طلاق بالنسبة لها؟ أنا أتوقع أي يوجد طلاق. نعم يوجد طلاق. نعم. نور. نعم. نور 81. نعم. 96. زين. عن الدراسة. شكرا يا زينب. شكرا. تحياتي لك، شكرا جزيلا. في اتصال نرجع الى يلا من ويانا يا بزينب. انا اسمع صوت رجل. رياض. رياض هلا رياض، تحياتي يا رياض. بلغوني قالوا لي زينب. اي تحياتي يا رياض حبيبي، مية تلاميذ. شكرا جزيلا. الله يسلمك، شكرا يا رياض، هذا من ذوقك اللطيف. خمسطعش أربعة 83. ثمانية وثمانين، جيد. هاي الخمس سنوات رفعت حظوظك لهذا العام. نعم، شنو سؤالك يا رياض؟ السؤال الأول عن الدراسات العليا. شوي علي صوتك، وبالاستوديو يا ريت لا توضح لنا الصوت. سؤالك يا رياض. يعني السؤال الأول عن الدراسات العليا، لأن أنا عندي شهادة يعني. دراسات عليا، نعم. زين. وتأثير الاسم. وتأثير الاسم. اي هو تأثير الاسم بالمناسبة يدل على دراسات عليا، يدل على تقدم بالدراسة. الدراسات العليا رائعة جدا، بس النصيب لا ما وعدك بيها. حبيبي هلا رياض، تحياتي لك. يلا في اتصال.
احمد من بابل. هلا يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. نيت هلا. انا من مواليد 73/23/6 ممكن اعرف؟ 23/6/1979. نعم. اي ممكن اعرف حظك؟ ان شاء الله اجاوبك. شكرا يا احمد. ان شاء الله. شكرا يا غالي. خلينا نجاوب. يلا خليل من النجف، تفضل يا خليل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. مية هلا خليل، تحياتي لك. 4/9. 4/7 عفوا. نعم. 79. اي والله انت غلطان. ان شاء الله اجاوبك يا خليل بشكل عام عن 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 برجك. الطالة اللي تمد على ساعة الولادة ومكان الولادة. يعني بعد 10 صباحا. ان شاء الله اجاوبك يا خليل. عن الحظ. عن الحظ. اي والله نور. نور من بابل. هلا يا نور. مرحبا استاذ سلمى. مرحبتين نور، تحياتي لك. انا نور مواليدي 4/4/91. 4/4/1991. اي اريد اعرف عن الحظ. نعم. وتاثير اسمي على برجي. تاثير الاسم. استاذ سلمى انا تعبانه كلش، اريد تحكي لي كل شيء على برجي. كل شيء على برجك؟ كل شيء. زين ما يصير نص الشيء مثلا، مو كل شيء نص؟ لا لا كل شيء كل شيء. تعبانه تعبانه استاذ سلمى. نور شلون كانت السنه الماضيه بالنسبه لك؟ لا هم محظوظه. لا احكي لي احكي لي احكي لي الست شهور الاخيره من السنه، يعني بين 11/6 خلينا نقول الى 11/6/2012 الى نهايه العام. العام الماضي يعني اقصد، الست شهور الاخيره من السنه. شلون كانت بالنسبه لك؟ انقطع الاتصال. يا بوقفون الاتصالات شوية. خلينا نجي على النجة الزهبية. هي 9/3/1984 وخطيبها 12/3/1976 ويا طبيعي هذا الانسجام رائع جدا رائع جدا، إلا إذا ما كان هنالك عوائق روحانية أخرى، لكن فلكيا رائعة جدا ما بين يعني هذه البرجين الحوت والفارة مع التنين، وبالأخص لما يكون الرجل هو التنين والإمرأة هي الفارة، رائع جدا هذا الانسجام. تسأل عن الصحة، لا الفارة عندها متاعب نفسية أكثر ما تكون، وكذلك الحوت بالفترة الحالية. تسأل عن الزواج، هذا العام في زواج بنسبة كبيرة جدا، وراح أعطيك الأوقات المناسبة يا عربية. الأوقات المناسبة للزواج اللي يكون بها ارتباط كبير جدا سواء بينك وبين زوجك، وانتم تقريبا من الأبراج المتشابهة ومتقاربة. أفضل فترة للزواج راح تكون ما بين 26/2 إلى 25/3، هذه فترة جيدة ومناسبة. عندك فترة أخرى راح تكون ما بين 23/7 إلى 15/8، هذه أيضا فترة جيدة. عندك فترة أخرى لها علاقة بالزواج راح تكون بالفترة ما بين 8/10 إلى 3/11. وهنالك فترة أخرى أيضا جيدة للزواج راح تكون بالفترة ما بين 3/6 إلى 27/6. شوف ايش قد فترات الزواج الموجودة. كونوا على ثقة يا عربي، هذه السنة إذا ما خرجتي أنت متزوجة مع زوجك في إشكالية روحانية بينك عليك وعلى زوجك، لكن عفوا على خطيبك. فهذه السنة هي سنة أقدر أقول شبه جيدة وبشكل عام بالنسبة لك وبالنسبة لزوجك، وأنت عندك تغيرات وتنقلات وهو أيضا عنده تنقلات. سواء يكون بالمكان، مكان البيت او ما الى ذلك، يعني محل السكن او حتى بلد الاقامه. هذه السنه جدا جيده. سالتيني عن اخوت 11/5/1986 عن الزواج، لا صعب، هذه السنه عنده صعوبه، لكن عن الرزق، عن الرزق لا عنده اوقات ايضا جيده راح تكون بالنسبه له، افضلها بالفتره ما بين شهر فبراير، شهر فبراير القادم راح تكون فتره جيده، وعنده فترة أخرى راح تكون بالفترة ما بين 16/5 إلى 30/5، 16 ماي إلى 30 من شهر ماي.
هذه فترة أيضا راح تكون جيدة بالنسبة له. عندنا كان زينب 18/4/1994 سألت عن الدراسة عن الحظ. عن الحظ في تغيرات كثيرة في حياتك بالأخص بهذه الفترة، كوكب أورانوس ينطف التأثيرات وتغيرات كبيرة بحياتك يا زينب. مشكلتك إنه عندك رقم شوية، عندك رقم ينطيش بذل بالمجهود، أنت تبذلين مجهود وتحصلين. عن الدراسة لا جيدة، عن الدراسة جيدة، لكن على الجوانب العاطفية قد في بعض الإخفاقات. سألت عن مروة 9/8/1985 بشكل عام، سألت هل يوجد طلاق؟ نعم، هذه المواليد إذا هو أرادت الطلاق فيوجد عدة طلاق، لأن هذه السنة عندها أيضا توقيع لمستمسكات وأمور لها علاقة قانونية كثيرة وراح تنجح بيها، يعني هي راح تحقق نجاحات بيها، فإذا كان هي غايتها أساسا الطلاق فهي راح تطلق هذه السنة. مروة إذا سألتيني على الاسم، لا، هنا الاسم يجلب المتاعب، الراء ثاني حرف والتاء بالنهاية تجلب المتاعب إلى صاحبتها بالأخص عاطفيا. نور 1/8/1996 وتسأل بشكل عام، الدراسة رائعة، الدراسة رائعة، تبذل المجهود وتحصل. على الأمور المهنية الأخرى، على الأمور العاطفية، يعني أيضا برجها بتطلعات جيدة، واسم نور بالمناسبة يدل على إنسانة متفوقة أكثر ما تكون بالمجالات العلمية. رياض من الرمادي 15/4/1988 ويقول عندي دراسات عليا هذه السنة، أنت راح إن شاء الله تدخل بالدراسات العليا وراح تنجح، وانت مولدك من المواليد الناجحة بهذه الامور، يعني انت تنجح بهذه الامور. يسأل عن النصيب، لا شوية في يعني النصيب لا بعد وقته، لكن اعطيك الاوقات الانسب اوقات عاطفية بالنسبة لك راح تكون بالفترة ما بين 17/8 إلى 10/9، هذه الفترة جيدة ومناسبة للقدوم الى شيء له علاقة بالنصيب او الزواج. احمد من بابل 23/6/1979 ويسأل عن الحظ، برج طائر العقعق رائع جدا، يعني بعد 10/7 بالاخص الشهر السابع راح يكون شهر جدا جميل بالنسبه الى طائر العقعق بالابراج الهنديه. وبالمناسبه هذه السنه يا احمد ايضا التفات عاطفيه جيده، قد تلل بزواج او بخطوبه، لا من الابراج الجيده بس بالنصف الثاني. خليل من النجف 4/7/1979 السرطان يقترن مع العنزه مع طائر العقعق، لا ايضا شخصيه رائعه جدا بنصف الثاني، وعنده أيضا بنصف الأول فترة جيدة، فترة جيدة بالشهر الثالث ما بين 15/3/2/4 على المستوى العاطفي بشكل جيد. يقول بالعاشرة صباحا الولادة راح يكون يعني من مواليد برج الطالع مالته راح يكون العقرب، طالعه برج العقرب وراح يكون شخصية غامضة، إضافة لكونه تطلعي وعنده عنده رغبات كثيرة وتغيرات بحياته وأيضا غامض وكثير التشاؤمات أيضا. نور من بابل 4/4/1991 وتسأل بشكل عام عن الحظ. عن الحظ لا، على الجانب الدراسي جيدة وعلى الجانب العاطفي أيضا جيدة، هذه السنة حلوة بالأخص بشهر آذار. زين، خلينا نأخذ فاصل صغير ونروح نرجع بعد شوي. بشكل عام وتأثير الاسم. وتأثير الاسم، نعم. هل يوجد يعني طلاق هاي السنة؟ إلها إلها، نعم. 9/8/85 نعم. مع 11/8 ما راح أحلل شخصيته ولا أي شيء، بس هل يوجد طلاق بالنسبة لها؟ أنا أتوقع يوجد طلاق. نعم يوجد طلاق. نور. نعم. نور. نعم. نور 81. نعم. 96. زين. على الدراسة. شكرا يا زينب. شكرا. تحياتي لك، شكرا جزيلا. في اتصال نرجع الى يلا من ويانا يا بزينب، انا اسمع صوت رجل. رياض، هلا رياض، تحياتي يا رياض، بلغوني قلنا زينب. اي تحياتي يا رياض حبيبي، مئة هلا لك، شكرا جزيلا. الله يسلمك، شكرا يا رياض، هذا من ذوقك اللطيف.
15/4/83 88 جيد. هاي الخمس سنوات رفعت حظوظك لهذا العام. نعم، شنو سؤالك يا رياض؟ شوي علي صوتك وبالاستوديو يا ريت لا توضح لنا الصوت. سؤالك يا رياض. يعني الاول عن الدراسات العليا، لان انا عندي شهاده يعني دراسات عليا. نعم. زين. وتأثير الاسم. اي هو تأثير الاسم بالمناسبة يدل على دراسات عليا، يدل على تقدم بالدراسة. الدراسات العليا رائعة جدا، بس النصيب لا ما وعدك بيها. حبيبي هلا الوقت، تحياتي لك. يلا في اتصال. أحمد من بابل. هلا يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام، مية هلا. أنا من مواليد 1973/6، ممكن أعرف؟ 23/6/1979، نعم. إي ممكن أعرف حظي؟ إن شاء الله أجاوبك. شكرا يا أحمد. إن شاء الله. شكرا يا غالي. خلينا نجاوب. يلا خليل من النجف، تفضل يا خليل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. مية هلا خليل، تحياتي لك. 4/7 عفوا. نعم. 79. اي والله انت عارف الطالع. ان شاء الله اجاوبك يا خليل بشكل عام عن 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 برجك. الطالع. اي والله الطالع يعتمد على ساعة الولادة ومكان الولادة. ايه يعني بعد 10 صباحا. ايه ان شاء الله اجاوبك يا خليل. اي والله ارجوك العشرة. عن؟ عن الحظ. عن الحظ. اي والله ورد لك يعني نور. نور من بابل، هلا يا نور. مرحبا استاذ سلمى. مرحبتين نور، تحياتي لك. انا نور مواليدي 4/4/91. 4/4/1991. اي اريد اعرف عن الحظ. نعم. وتأثير اسمي على برجي. تأثير الاسم. استاذ سلمى انا تعبانة كلش، اريد تحكي لي كل شيء على برجي. كل شيء على برجك؟ كل شيء. زين ما يصير نص الشيء مثلا، مو كل شيء نص؟ لا لا كل شيء كل شيء. تعبانه استاذ سلمى. نور شلون كانت السنه الماضيه بالنسبه لك؟ ما هم محظوظه. احكي لي احكي لي احكي لي الست شهور الاخيره من السنه، يعني بين 11/6 خلينا نقول الى 11/6/2012 الى نهايه العام. العام الماضي يعني اقصد، الست شهور الأخيرة من السنة، شلون كانت بالنسبة لك؟ انقطع الاتصال. يا بوقفون الاتصالات شوية، خلينا نجي على النجزة الغربية، هي 9/3/1984 وخطيبها 12/3/1976 ويا غربية هذا الانسجام رائع جدا. رائع جدا الا اذا ما كان هنالك عوائق روحانيه اخرى، لكن فلكيا رائع جدا ما بين يعني هذه البرجين الحوت والفاره مع التنين، وبالاخص لما يكون الرجل هو التنين والامراه هي الفاره، رائع جدا هذا الانسجام. تسال عن الصحه، لا الفاره عندها متاعب نفسيه اكثر ما تكون، وكذلك الحوت بالفتره الحاليه. تسال عن الزواج، هذا العام في زواج بنسبة كبيرة جدا، وراح أعطيك الأوقات المناسبة يا عربية. الأوقات المناسبة للزواج اللي يكون بها ارتباط كبير جدا سواء بينك وبين زوجك، وأنتم تقريبا من الأبراج المتشابهة ومتقاربة. أفضل فترة للزواج راح تكون ما بين 26/2 إلى 25/3، هذه فترة جيدة ومناسبة. عندك فترة أخرى راح تكون ما بين 23/7 إلى 15
8 هذه ايضا فتره جيده. عندك فتره اخرى لها علاقه بالزواج راح تكون بالفتره ما بين 18 الى 3-11، وهنالك فتره اخرى ايضا جيده للزواج راح تكون بالفتره ما بين 3-6 الى 27-6. شوف ايش قد فترات الزواج الموجوده. كوني على ثقه يا عربي، هذه السنه اذا ما خرجتي انت متزوجه مع زوجك في اشكاليه روحانيه بينك عليك وعلى زوجك، لكن عفوا على خطيبك. فهذه السنه هي سنه اقدر اقول شبه جيده وبشكل عام بالنسبه لك وبالنسبه لزوجك، وانت عندك تغيرات وتنقلات وهو ايضا عنده تنقلات، سواء يكون بالمكان مكان البيت او ما الى ذلك، يعني محل السكن او حتى بلد الاقامه. هذه السنه جدا جيده. سالتيني عن اخوت 11/5/1986 عن الزواج، لا صعب هذه السنه عنده صعوبه، لكن عن الرزق، عن الرزق لا عنده اوقات ايضا جيده راح تكون بالنسبه له، افضلها بالفتره ما بين شهر فبراير، شهر فبراير القادم راح تكون فتره جيده، وعنده فتره اخرى راح تكون بالفتره ما بين 16/5 الى 30/5، 16 ماي الى 30 من شهر ماي، هذه فتره ايضا راح تكون جيده بالنسبه له. عندنا كان زينب 18/4/1994 سألت عن الدراسة، عن الحظ، عن الحظ في تغيرات كثيرة في حياتك بالأخص بهاي الفترة، كوكب أورانوس دا ينطف التأثيرات وتغيرات كبيرة بحياتك يا زينب. مشكلتك إنه عندك رقم شوية، عندك رقم ينطيش بذل بالمجهود، أنت تبذلين مجهود وتحصلين. عن الدراسة لا جيدة، عن الدراسة جيدة، لكن على الجوانب العاطفية قد في بعض الإخفاقات. سألت عن مروة 9/8/1985 بشكل عام، سألت هل يوجد طلاق؟ نعم، هذه المواليد إذا هو أرادة الطلاق فيوجد عندها طلاق، لأن هذه السنة عندها أيضا توقيع لمستمسكات وأمور لها علاقة قانونية كثيرة وراح تنجح بيها، يعني هي راح تحقق نجاحاتها، فإذا كان هي غايتها أساسا الطلاق فهي راح تطلق هذه السنة. مروة إذا سألتيني على الاسم لا، هنا الاسم يجلب المتاعب، الراء ثاني حرف والتاء بالنهاية تجلب المتاعب إلى صاحبتها بالأخص عاطفيا. نور 1/8/1996 وتسأل بشكل عام على الدراسة، رائعة الدراسة، رائعة تبذل المجهود وتحصل. على الأمور المهنية الأخرى، على الأمور العاطفية يعني أيضا برجها بتطلعات جيدة، واسم نور بالمناسبة يدل على إنسانة متفوقة أكثر ما تكون بالمجالات العلمية. رياض من الرمادي 15/4/1988 ويقول عندي دراسات عليا، هذه السنة أنت راح إن شاء الله تدخل بالدراسات العليا وراح تنجح، وانت مولدك من المواليد الناجحه بهذه الامور، يعني انت تنجح بهذه الامور. يسال عن النصيب، لا شويه في يعني النصيب لا بعد وقتها، لكن اعطيك الاوقات الانسب اوقات عاطفيه بالنسبه لك راح تكون بالفتره ما بين 17/8 الى 10/9، هذه الفتره جيده ومناسبه للقدوم الى شيء له علاقه بالنصيب او الزواج. احمد من بابل 23/6/1979 ويسال عن الحظ، برج طائر العقعق رائع جدا، يعني بعد 10/7 بالاخص الشهر السابع راح يكون شهر جدا جميل بالنسبه الى طائر العقعق بالابراج الهنديه. وبالمناسبه هذه السنه يا احمد ايضا التفات عاطفيه جيده قد تقلل بزواج او بخطوبه، لا من الابراج الجيده بس بالنصف الثاني. خليل من النجف 4/7/1979 السرطان يقترن مع العنزه مع طائر العقعق، لا ايضا شخصيه رائعه جدا بنصف الثاني، وعنده ايضا بنصف الاول فتره جيده، فتره جيده بالشهر الثالث ما بين 15/3/2/4 المستوى العاطفي بشكل جيد. يقول بالعاشرة صباحا الولاده راح يكون يعني من مواليد برج عفوا الطالع مالته راح يكون العقرب، طالعه هو برج العقرب وراح يكون شخصيه غامضه اضافه لكونه تطلعي وعنده عنده رغبات كثيرة وتغيرات بحياته وأيضا غامض وكثير التشاؤمات أيضا. نور من بابل 4/4/1991 وتسأل بشكل عام عن الحظ، عن الحظ لا على الجانب الدراسي جيدة وعلى الجانب العاطفي أيضا جيدة، هذه السنة حلوة بالأخص بشهر آذار. زين خلينا ناخذ فاصل صغير وراح نرجع بعد شوي. وصلنا الى نور من بابل 4/4/1991 تحدثت عنه، لكن مثل ما ذكرت انه في تغييرات حلوه بحياته، موجب الحمل هنا عندها رقم حظ 4 ياثر عليها، تغييرات كوكب اورانوس ايضا موجب الحمل بالوقت الحالي، تغييرات مفاجئات جدا جميله. ايش قد ما تبدا تحصل في الشهر الثالث راح تكون فتره جيده
بالاخص على الامور المهنيه والدراسيه، على المستوى العاطفي ايضا جيده. خلينا نرجع للعزيزه زينه، اذا اكو اسئله جبتي. عندنا احمد يعني بعثنا مسج، اتصل بنا بعثنا مسج. نعم. من بغداد يقول انا مواليد 1986 13/12، يريد يعرف عن الزواج. 13/12 برج القوس عندك فترات جيده، بس اكثر ما تكون التفاتات مهنيه. هذه يعني هي ليست سنه مميزه للزواج بالنسبه لهم، لكن سنه جيده مهنيه، بس بطبيعه الحال ايضا راح تكون اوقات جيده بالنسبه للزواج، لان راح اوقات المناسبه. نعم هو يسال عن الاوقات المناسبه للزواج هاي السنه. الزواج عنده فتره راحت بالشهر يناير من 1/1 الى 8/1، وعنده 8 اكتوبر 8/10 الى 4/11، هذه فتره ايضا راح تكون جيده ومناسبه بالنسبه للزواج بالنسبه لاحمد. نتمنى الموفقين ان شاء الله. نتمنى الموفقين طبعا، بس هو على الجانب المهني افضل هذه السنه. جوانب المهنه، جوانب الاستثمارات، فليخطو اي خطوات معينه، لا جيده وايجابيه. الحظ يبتسم له، بالاخص الثمرات راح تكون في نهايه العام. جميل. ايضا عندنا سالي من بغداد تسال تقول انا مواليد 1996 2/2، هم تسال عن الزواج. يا محلى هذا الاسم طبعا. سالي اسم طب حلو. اسم قوي، اسم بي طاقه، قوه اجتماعيه، بي جاذبيه. جميل. يعني هذا الاسم بي جاذبيه، بالمناسبه معظم الفتيات من هذا الاسم ممتازه برشاقه. حلو. 2/2/1996 هنا الفار بنفس الوقت الدلو، لا مبتكر بس يجوز على الجانب العاطفي شويه، عندها رقم 2 ينطيها بعض عدم الاستقراريه بهذا الجانب، لكن بشكل عام هي محبوبه، هذه محبوبه وراح تتذكرني، مستقبلها جدا جميل. حلو على الجوانب الدراسيه جيده، على الجوانب المهنيه ايضا جيده بالمستقبل، والله حتى العاطفي محبوبه. حلو. بس هي عليها شويه انه تتخذ قرارات بحزم. لان 2 شويه تاثر فيها. جميل. عندنا 3/5/85. 3/5/85 هنا الثور والبقرة، لا يجمع ما بين وبنفس الوقت برج الجمل بالأبراج الهندية، لا هذه شخصية أكثر ما تكون أسميها يعني تنجح بالأمور البيتوتية لأن برجك ها نفس برجك أيضا البقرة. يعني تتوقعين وضع حل شخصيتك مثلا بهاي الحالة. لا طبعا أنت مو يعني شهر يوم وشهر الولادة مختلف. بس كسنة الولادة نعم هو نفسها برج البقرة، بس بشكل عام هي شخصية بيتوتية تنجح بالأمور البيتوتية وما جامد طبعا. نعم. تنجح أيضا بالأمور المهنية. نعم. أفضل الأوقات بهذا الأشياء. سن منخليها ورا البرنامج كم برنامج. يلا مو مشكلة. بس لا هي أفضل أوقات بالنسبة لهذا العام، هذا الشهر عفوا هذا العام الشهر الخامس جيد، والشهر الثالث أيضا جيد. الشهر الثالث صحيح. عندك الشهر السابع ايضا اكو انجازات حلوه بالنسبه للبقره. ان شاء الله خير. بس شويه دير بالكم برج البقره يعني. زين اليوم اكو شغله ان شاء الله يعني بالنسبه لليوم طالع زين اللي يعني. انا ما اعرف الطالع بالنسبه لك بشكل عام كبرج البقره، انت برج الثور ايضا بنفس الوقت. اي يعني ايضا جيده. هي مو جيده جدا ولا سيئه، اعتياديه بالنسبه للثور. بس ما نقدر نقول ما تقدمين على اذا فد يعني لقاء او فد فكره معينه عندك في بالك، لا اقدمي عليها ان شاء الله. هي ليست سيئه، احنا نحذر دائما من الاوقات السيئه. نعم. اللي ممكن نواجه صدمات بها مثلا، يعني فلكيه ما تكون جيده معنا، لكن الفتره الحاليه هي ليست سيئه وليست ايجابيه جدا. يلا ان شاء الله احنا ان شاء الله نتامل خير. هو تقعدين تتورين الشهر لحد الشهر الثالث. هو راح ننتظر من الثالث للخامس، هذا ما بقيت بالسابع. اي لا انا شهرين خليها بالثالث الخامس. هو صار اكو شيء بالثالث والخامس بعد ميلادي، والثالث عيد ميلاد ابني طبعا. انت بتحات له انت 26/3 وسبعة بعد ما اعرف وجهت مفاجاه ايجابيه. ان شاء الله بالسابع تحصلين مفاجاه اقوى بعد. حلو اذا تكون موجوده انت هنا لك نص بيها. خلنا ناخذ اتصال اجانا. ها ماكو اتصال. يلا خلي استغل هذه الفقره يعني الفتره الوقت القصير اللي بقانا، واريد اتحدث اليوم عن ايه اريد اتحدث اليوم عن انه هواي اشخاص كتبوا لي بالانترنت يريدون يعرفون عن مولود اليوم. فمولود اليوم اللي بتاريخ 28 من الشهر الواحد او شهر يناير 2013، طبعا هذا الشخص راح المولود راح ينتمي الى مولد برج الدلو بالعشرية الأولى كالأبراج بابلية، وفي نفس الوقت ينتمي إلى مولد برج التنين، وهنا التنين الصنف المائي، التنين الأسود يسمى بالتنين الأسود طبعا، العنصر اليان المولود في سنة يان. إضافة إلى هذا طبعا راح يكون من مواليد برج الغراب بالأبراج الهندية. صفاته بشكل عام
طبعا ارقام حظ راح تكون عند رقم حظ 1 وعند رقم حظ 4 ايضا. انا راح يكون شخص طموح، شخص مبتكر، وشخص اقدر اسميه قريب الى المثاليه، كثير الافكار، خيالي، ينجح اكثر ما يكون بالامور اللي لها علاقه بالجوانب الاعلاميه، الجوانب الفنيه، ينجح كان يكون مخرج سينمائي بالمستقبل، كاتب، روائي، هذه كلها ينجح بها. شخص في نفس الوقت عنده بعض العناد، يأثر عليه طبعا كوكب أورانوس ككوكب أساسي، ويأثر عليه في نفس الوقت كوكب زحل ككوكب ثانوي. راح يبذل مجهود في حياته، لكن نجاحات عنده كبيرة جدا وتغييرات كثيرة في حياته. شخص طموح راح يكون بالمستقبل. بالمناسبة هذا الطفل عنده فد نوع من الاستحواذ، أو ما يحب من الآخرين يدخلون به بحياته الشخصية، أو حتى بطريقة ترتيبه لكتبه، لحاجياته، لأمورات الأخرى. راح يشهد أو يشهدون العائلة أنه هذا الطفل بفترة مبكرة من حياته تكون عنده مواهب وعنده إمكانيات كثيرة. يعني أنا أنصح العوائل بأن ينمون هذه المواهب وهذه الإمكانيات. برجه كبرج تنين هنا ينطيه نوع من القوة وبالشخصية، ينطي في نفس الوقت مصداقية بأمور كثيرة، لا يعرف اللف والدوران، لا يعرف الكذب، لا يعرف الغش، لكن بالمقابل راح يكون عنده أيضا نوع من الأنانية والنرجسية والكبرياء. حتى نكسبه بالمستقبل راح تكون نقطة ضعفه هي العاطفة بشكل عام. إضافة إلى هذا راح يكون من الشخصيات المتسرعة ويبذل مجهود، أو بمعنى صح عندما تصل إلى هدف معين يبذل كل طاقاته وكل إمكانياته لذلك الهدف، ولهذا نحاول قدر الإمكان أن نحدد أهدافه بالمستقبل. بشكل أو بآخر أقدر أسميه من الأبراج اللي لها حظوة اجتماعية أيضا، راح يكون لبق، متكلم جيد، لكن قد يواجه نوع من العصبية، قد يأثر عليه زحل ككوكب ثانوي. التنين أيضا راح يأثر عليه من جانب آخر، الغراب يأثر عليه من كلماته قد تكون نوعا ما صلفة بالنسبة للأشخاص اللي ممكن أن يسيئون إليه، أو ممكن أن يجرحوا بالكلمات أو ما إلى ذلك. نصيحتي طبعا العناية الكاملة بهذا المولود، لأنه مستقبله جدا جميل وجدا رائع. أكثر ما يميزه أيضا الجوانب اللي ما راح يكون متحفظ ولا راح يكون راديكالي ولا تقليدي، هو شخص راح يكون انفتاحي تفتحي، عنده أفكار خلاقة وجيدة ومثمرة بالمستقبل. إن شاء الله راح يكون شخصية يعني جيدة وناجحة بالنسبة إلى عائلته. طبعا نأخذ اتصال إجانا من إيلاف. ألو فرضي وإيلاف. إيلاف نعم. 2/6 اليوم حاضر شسمه 2/6 2/6 1977. نعم نعم. وشنو سؤالك يا إيلاف؟ عن الحام والزواج والطالع مالته. طالعها يعتمد على ساعة الولادة وبلد الولادة. ساعة الولادة ساعة 3 إلى 3:30. نعم. إلى 3:30. أي فجراً. فجراً. أي 3 إلى 3:30 فجراً. شكراً يا إيلاف. تحياتي إليك. خلينا نشوف الطالع. أي طبعاً بالمناسبة 3 إلى 3:30 فجراً راح تكون من راح يكون طالعها هو الثور. الطالع هو الثور، وطبعا برجها هو الجوزاء، وبرجها الصيني هو برج الحية. لا بالعكس، هذه اذا تسأل عن الزواج راح تكون هذه السنة حلوة، بس بنصفها اول وبعد 10 شباط فبراير. لا إيلاف اقدر اقول لك ما بين 1 شباط فبراير الى 30 من شهر ايار، يعني هذه الاربعة اشهر تقريبا هي من افضل الاربعة اشهر بالنسبة لك بالجانب الزواج. الحظ بشكل عام، الحية بشكل عام من الشخصيات اللي تتكيف مع كل مكان وفي كل زمان، وعندها قابلية على اللباقة والاهتمام بهندامها وبشخصيتها بشكل عام. لا شخصية حلوة بالعكس، سألتيني عن الحظ، حظها حلو. أما عن الزواج فالفترة أفضل ما تكون ما بين 1/2 إلى 30/5، هذه الفترة من أرقى ومن أفضل فترات حياتها، لكن بعدها راح يبدي المؤشر الطالع ينخفض تدريجيا. نعم عندك سؤال. 11/9/87 اسأل عن كل شيء. 87 عن كل شيء. ولد ولا بنت؟ لا ولد اكيد. ولد. لا شويه هذا متعب عنده، سنه الولاده بها متاعب، وبرج العذراء هم عنده متاعب شويه. برج العذراء.
يعني افضل الاوقات. اي طبعا نعطيش افضل الاوقات. افضل اوقات على الجانب العاطفي بالنسبه لي راح تكون يعني عاطفيه راح تكون ما بين 23/7 الى 16/8. عندي فتره اخرى راح تكون ما بين 15/2 الى 21/3 ايضا فتره جيده عاطفيا. مهنيا عندي فتره راح تكون جيده ما بين 17/8 الى 10/9 هذه ايضا فتره جيده. لكن بشكل عام هذه السنه هو يعني جميل. اكو بعض المتاعب عندنا. ناخذ اتصال اجانا من رشا. تفضل يا رشا. السلام عليكم. عليكم السلام. مين تلا رشا؟ مواليد 2001. 2001 1981. لا 2001 1981. ثمانية وعشرين واحد. حلو. قبل شو هسه تحدث عن 28/1 بس بسنة 2013. طيب اوكي. شنو سؤالك يا رشا؟ تعيين سنة الولادة تدعمك. رائع رائع رشا. سنة الولادة وياك هذه السنة بالفلك الهندي سنة الغراب وهذه السنة أنت من مواليد برج الغراب وهذه السنة وياك. السنة تدعمك جيدة. زينة زينة. لا لا هسه راح تشوفين سنة جدا جيدة. وبالمناسبة راح يكون عندك نعم هو التعيين بشكل عام راح تكون سنة جيدة. راح أعطيك الأوقات الجيدة بالنسبة للتعيين يا رشا. أو بالنسبة للعمل أنا ما أقدر أحدد التعيين لو يعني العمل بشكل عام الفترة المهنية بشكل عام الجيدة. أفضل فترة راح تكون عندك ما بين 26/2 إلى 27/3 هذه فترة جيدة راح تكون عندك. يعني هذا الشهر تقريبا شهر جدا جيد على مستوى المهنة فاستغليه هذا الشهر. أي عندك فترة أخرى بين 3/6 إلى 29/6 أيضا جيدة. إن شاء الله فترات جيدة راح تكون هذه. وهذه السنة كوني على ثقة من السنوات الجميلة بالنسبة لك. لا لا رشا ما له علاقة بالتعيين. رشا تأثير رشا رشا يدل على إنسانة متخلخلة بآراء كثيرة ما عنده رأي ثابت ما عنده رأي مستقر. هذا ما له علاقة بالتعيين. لا الصحة لا الصحة أكو شوية بعض الإشكاليات عندكم. هذا مواليد 81 لما نقترن معدل شوية أكو بعض الإشكاليات أكثر ما تكون يعني أنت تخلقين المشاكل لنفسك. النقنقة الهوائية والأسئلة الكثيرة والتدقيق بالأمور الكثيرة أنت تخلقيها لنفسك. حالا تعتني لنفسك. أي بس على التعيين لا تخافي فترة جيدة إن شاء الله على العمل. نعم. ناخذ محسن. محسن السلام عليكم. عليكم السلام. هلا محسن. الو محسن نصينا التلفزيون. أخذ. يلا وانطيني سؤالك. بس انا الحظ مات يلا احسن يا حنان اخوك شنو اعطيك مواليدك؟ اي طبعا تعطيني مواليدك. 1994 و94 اليوم والشهر؟ 11/9 11/9 11/9 نعم. بشكل عام بشكل عام يعني الحظ مالتي والبنت عاطفه الايام يعني نعم. شكرا يا محسن شكرا لك. يلا خلينا ناخذ الرسائل. المخرج نيران. نيران ايميل. نعم خمسة وعشرين تسعة 1980 بشكل عام ها الاسم وبشكل عام الاسم والتأثيرات والعمل. شنو التأثيرات؟ يلا الاسم والعمل. زين التوافق مع من؟ توافق مع زوجها أسامة. نعم 9/4/1973 أوكي
نعم. ناخذ ايميل اخر. ياسمين. نعم. 11/5/77 مواصفات الشريك. طيب خلنا ناخذ محسن 11/9/1994 ويسأل عن الحظ ويسأل عن الدراسة. لا عندك تعب يا محسن وتبذل مجهود لكن تحصل وتحصل بالنصف الثاني من السنة، أما بالنصف الأول لا عندك مجهود وتبذل مجهود بحياتك العذراء وبنفس الوقت برج الكلب. نيران 25/9/1980 تسأل بشكل عام عن العمل، لا في إنجازات جميلة جدا يا نيران وحلوة بالأخص بالفترة ما بين 15/3 إلى 20/4 فترة جيدة جدا راح يرتفع عندك مؤشر الطالع بالنسبة للعمل المهنة. تسأل على التوافق بينها وبين عن اسمها، اسم نيران لا هذا اسم من الأسماء القوية والجيدة جدا على الجانب الاجتماعي على الجانب الدراسي أيضا. تسأل عن التوافق بينها وبين زوجها أسامة 9/4/1973 بالأبراج البابلية توافق حلو. بالأبراج الصينية أقدر أقول توافق نسبي إلى أيضا جيد، لا هذه العلاقة مبشرة جيدة لكن زوجك شوية من نوع الصلب ويعني بين قوسين أقدر أقول ديكتاتوري حتى داخل البيت لكن قدرين تكسبي بالطاعة، لا شخصية قوية وأبو بيت وشخص عصام يصنع نفسه بنفسه. ياسمين 11/5/1977 وتسأل عن مواصفات الشريك. مواصفات الشريك أفضل الشركاء اللي وياك يا ياسمين هم من مواليد برج السرطان أو من مواليد برج الجدي إضافة إلى مواليد برج العذراء يقيمون علاقة جيدة وياك. من كانوا من السنين التالية مواليد 76 علاقة جيدة، مواليد 73 أيضا علاقة جيدة، مولود 69 أيضا علاقة جيدة، واحذري مولود 74 ومولود 71 هذول شوية العلاقة تكون يعني الانسجام الفكري صعب بيناتكم. هذا بالنسبة إلى جميع الأسئلة اليوم وأنهم أنا سألتك كل الأسئلة اللي عندي.